طبعا من جديد نرجع بنرحب بكل مستمعي راديو هلا وين ما كنتوا عم بتابعونا. ما زلنا معكم اكيد بتغطيه فعاليات الرالي الاردن 2024، وما زلنا عم نعمل مقابلات مميزه مع مجموعه مميزه من المشاركين الابطال وايضا المنظمين. فانا هلا سعيده جدا بوجود المدير التنفيذي للاردنيه لرياضه السيارات معي السيد زيد بلقز. سيد زيد يسعد مساك ويعطيكم الف عافيه. يسعد مساك. جهود رائعه، يعني تجهيزات الكل عم بيشيد فيها والكل عم بيمدح قديش التنظيم رائع، كل شيء 5 ستارز. فيعني اول شيء اسمح لي اشكركم واقول لكم يعطيكم العافيه، وبحب اسمع منك اكثر عن قديش هاي التجهيزات بتاخذ وقت، امتى بتبلشوا انتوا للرالي تجهزوا له؟ اول شيء مشكور على المقدمه، ويعني وشكرا على الاستضافه على راديو هلا. احنا رالي الاردن اللي احنا استضافتنا احنا تقريبا كل سنه الحمد لله عمالنا مننظم رالي الاردن الدولي اللي هي جوله من جولات بطوله الشرق الاوسط الراليات. وزي ما تفضلتي انه هاي احنا هون كمان الجوله الثانيه بالسنه 2024. وتنظيم الرالي يعني رالي الاردن اجمالا يعني هو جهود مشتركه بين يعني جهات متعددة، إن كانت الأردنية رياضة السيارات ولا خص المتطوعين والجهات الرسمية من أجهزة الدولة من الجهات الأمنية والوزارات. يعني فهي جهود زي ما يكون إحنا كلنا نتعاون مع مشتركة بينات بعض، ومشان نقدر نطلع نتيجة بترفع الراس وزي ما بحكوا ونطلع صورة مشرقة للأردن بالرياضات. طبعاً. نعم. من أمتى بتبلشوا التجهيز تقريباً؟ تقريباً رأي الأردن بنبلش نجهز له إجمالاً، نخطط له خلينا نحكي من تقريباً من شهر واحد لتنين بنبلش نفكر بالمراحل، إيش بدنا نعمل مراحل التجهيزات المراحل، الشغل الصيانة لبعض المراحل، هل بدنا نعمل مراحل جديدة، هل في إمكانية نبلش نخاطب الجهات الرسمية اللي بتقدر تساعدنا. بالأخص نشكر وزارة الأشغال اللي هي دائما بتساعدنا بتجهيز هذه المراحل، بتجهز هذه المراحل من ناحية. بنفس الوقت كنا عمال نشتغل على تعليمات البطولة اللي هي بتروح للاتحاد الدولي بوافقوا عليها أو عندهم مثلا بطلبوا تعديلات معينة، وبنبعد عن نعمل خطة سلامة للرالي اللي هي كمان الاتحاد الدولي موافق عليها وبعطينا مثلا ملاحظات معينة بده تعديلات حسب تعليمات بتجينا من الاتحاد الدولي. فهي الجهود بتبلش هنحكي من بداية السنة، إذا كان الرالي بشهر 5 تقريبا راحة من 5 أشهر قبل الحدث نفسه. ولات إن شاء الله يعني، وكل ما نقرب على الرالي على اليوم لما يبلش الرالي كل ما زي ما بيحكوا وتيرة الشغل الهمة بتشد وبتزيد. طبعا بتعرف شغلة لفتت انتباهي لما كنا منقابل مجموعة كبيرة من المتسابقين لما كانوا يرجعوا على منطقة السيرفيس اريا ما بعد المراحل، كانوا كلهم اجمعوا على انه مسارات البحر الميت هي من اصعب واكثر المسارات تشويقا. فدائما بيقولوا انه مش بس على مستوى الشرق الاوسط وانما ايضا على مستوى العالم بالراليات. هلا احنا الاردن استضفنا 3 جولات من بطوله العالم. نعم. يعني بال 2008 و2010 و2011 يعني ان شاء الله يكون حكيت التواريخ صح. مشكله. فالتجهيزات هي المراحل تقريبا هي نفسها كانت من هذيك الفتره. الميزة الرالي الأردن وبسمع هذا الحكي مش يعني بس من عندي من متسابقين عالميين، إنه مصعبه صعوبته وحلاوته هو تكنيكال، يعني بيختبر المهارة وبيختبر السيارة نفسها تجهيزاتها، فهي خليط بين تجهيزات السيارة ومهارة المتسابقين. وبسمع من أبطال يعني من شرق أوسط بقول لك اللي بده يتعلم حاب يتعلم يسوق راليات ويتعلم كيف يصير يسوق مثلا يطور مهارته ويصقل مهارته يجي على لازم رالي الأردن الدولي هو يعني أحسن محل واحد يقدر يعني يستمتع فيه وبنفس الوقت يحسن من المهارة. سيد زيد يمكن سؤالي الأخير هو عن أهمية استضافة مثل هيك إيفنتس وفعاليات رياضية بالأردن، لأنه بنعرف أنه كتير في ضيوف أجانب بيجوا بالرالي على الأردن. هلا إجمالاً نحن استضافة بطولات عالمية، نحن بالأخص بزا حالتنا هنا لرياضة السيارات، إن كانت عنا رالي الباها الصحراوي ورالي الشرق الأوسط، هي نوع من الترويج كمان للأردن
على مستوى العالم. صحيح. يعني هم استضافة البطولات العالمية معظم الدول هي نوع من وضع البلد على الخارطة بالعالم، انه من ناحية سياحية هي طرق من طرق الترويج للبلد طبعا. وبنفس الوقت هي من طرق من انواع التشجيع للرياضة، النوع من يعني زي كان بطولات القدم الباسكت الى اخره، وفي رياضة السيارات. صحيح. فهي بنفس المبدا، ورياضة السيارات من رياضات يعني انا بالنسبة لي من نعشقها زي ما بيحكوا، وفي لها مشجعين ومتابعين. مزبوط. والواحد حلو يستضيفها، وزي ما بيحكوا وفي عندنا مواهب بالاردن تستحق انها تنسق في هذا المجال وتشارك بهاي البطولات. كان يعطيك العافيه. الحقيقه انا شيء يعني لفت انتباهي وكان واضح جدا انه كل العاملين في الاردنيه لرياضه السيارات هم بيعشقوا رياضه السيارات، بيحبوها يعني، يعني بيشتغلوا شغل بشيء عندهم في باشن. مو مزبوط يعني نحن رياضه السيارات يعني هاي الاحداث ما بتصير الا غير بجهود في يعني هم الجنود المجهولين اللي هم المتطوعين. صحيح. اللي لهم دور كبير بانجاح هاي السباقات ان كانت دوليه او على مستوى المحلي. برافو. لانه نحن بنعتمد على المتطوعين بحكم شغلنا، فهذول لهم يعني فضل كبير، وانا بشكرهم شكر خاص يعني على الجهود اللي بقدمونها وحبهم للبلد وحبهم للرياضه. مزبوط مزبوط، يعطيهم الف عافيه. لانه في فرق كثير ما بتنشاف، هم يعني ما وراء الكواليس موزعين بكل مكان، هم يعني من مجموعه كبيره من المتطوعين اللي بيحبوا رياضه السيارات كمان. بالنهايه شو تقييمك اليوم لليوم الاول من المنافسات؟ هلا اليوم كان الحمد لله الامور كانت سلسه، صار في شويه شغلات هلا متوقع طبيعي. هاي رياضه السيارات يعني مرات بصير في اعطال، بصير في مرات حوادث. حوادث، بس هاي هي رياضه السيارات وهاي الامور متوقعه، ونحن الحمد لله اجمالا متجهزين لكل السيناريوهات، وهذا طبيعه الشغل تاعنا بالرياضه. يعني اليوم في واحد من ابرز المشاركين والمتسابقين واللي هو حاصل على اللقب العام الماضي يعني استبعد لانه سيارته تعطلت، شو يعني اعطينا بريف هيك اختصار. هو صار معه حادث بسيط، بس ال 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 هو عماني الجنسيه، عماني وملاح اردني. وملاح اردني، رح نعمل معه مقابله بعد شوي. فصار معهم حادث بسيط، وكان هو متصدر اليوم، للاسف صار معه حادث بسيط، والخراب اللي كان بالسيارة من الحادث هذا كان صعب يتعدل، صعب يتصلح. لبكرة إنه يقدر يرجع يكمل ويسجل نقاط لبطولة شرق أوسط، لأنه هي مبدأ الجولات هاي. أنت في عنا إحنا الجولة الثانية، بعدين في جولة ثالثة ورابعة وخامسة. نعم. بدول بالشرق الأوسط، فهي بجمعوا نقاط بالنهايه في يتم تتويج من الاتحاد الدولي بطل الشرق الاوسط للراليات. صحيح. فهو استبعد من هاي البطوله، انسحب. هو بنحكي انه انسحب هو، بس بيقدر يستمر بالمراحل القادمه، بيقدر يكمل بالجوله الثالثه. بالجوله الثالثه شيء طبيعي يعني. مستر زيد بلقز المدير التنفيذي للاردنيه لرياضه السيارات، يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك وشكرا للاستضافه. ميت اهلا وسهلا.